صراحة أنا زعلان منك سيد إسلام. ليش لا سمح الله دكتور؟ والله بعمري ما زعلت حدا. لما كنا في قاعة المحكمة قلت لي إنه شهادة المرأة بنص شهادة الرجل. إيه وشو المشكلة؟ المشكلة مش بس هون، لكان وين؟ المشكلة إنه قلت لي شهادتي بتساوي صفر لأني كافر. أنا مش جايب الكلام من بيت أبي دكتور، هذا الكلام مبني على كلمة الله. وين بيقول الله تبعك إنه شهادتي صفر؟ واستشهدوا شهيدين من رجالكم يعني مسلمين، واشهدوا ذوي عدل منكم يعني من المسلمين. يعني الشاهد المسلم عدل وحتى لو كان فاسق وكذاب، وأنا شاهد أعوج حتى لو كنت صادق. أحسن دكتور أحسنت، حمارتي العرجة ولا فرس ابن عمي. خليني اشرح لك شو بيقول الفقه دكتور. هات اتحفنا لنشوف. أولا، لا خلاف في جواز شهادة المسلم على غير المسلم. ثانيا، لا خلاف في عدم جواز شهادة الكافر على المسلم. ثالثا، هناك خلاف في جواز شهادة الكفار بعضهم على بعض. البعض بيقول يجوز والبعض بيقول لا يجوز. يعني شهادتي على المسيحي ممكن تعتبر صدق؟ لا دكتور، شهادتك في كل الأحوال كذب، ومشان هيك ما عنا مشكلة بشهادة المسيحي على المسيحي. فخار يكسر بعضه. ايه العمى بقلبك شو لئيم. بس وينك دكتور؟ في حالة استثنائية. شو هي؟ إذا كان المسلم في سفر وعم بينازع مع الموت، بيجوز المسيحي يسمع وصيته ويشهد على كلامه. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في الوصية. هاد نفاق. له له دكتور، بزعل منك. ها طيب، لو افترضنا دخل واحد مسلم على ضيعة كلها مسيحيين وقتل 40-50 واحد من الضيعة والمسيحيين شافوا، كمان ما بيصير يشهدوا على القاتل المسلم؟ لا دكتور، لأنه الكل من أهل الكفر. ايه تضرب انت وهيك شرع وهيك فقه.